هدير الدراجات النارية ليس مستغرباً سماعه في التحركات الشعبية. أحياناً يرتفع هذا الهدير مع هتافات الجوع والفقر، وأحياناً أخرى يعلو الهدير للدفاع عن الطائفة وزعيمها. لطالما أنذر مشهد الدراجات النارية بالتصعيد، لكن مشهد 12 من حزيران لم يكن كما قبله، فكانت مسيرة الدراجات النارية تتوقف لحظات، تقوم بأعمال شغب تحرق الأملاك الخاصة والعامة، ثم تكمل جولتها في مواجهة القوى الأمنية بالحجارة والزجاج. الجديد راقبت مجموعة ممن يتنقلون على دراجاتهم النارية في وسط بيروت، وفي مهمة سرية رافقتهم بعيد منتصف الليل من نقطة أعمال الشغب إلى حيث يتوجهون للراحة في منازلهم. وإليكم النتيجة، تمت ملاحقة أكثر من 10 دراجات نارية بجولات متفرقة. بحسب سجلات إدارة السير، تظهر أرقام لوحات الدراجات العشر أن معظمها غير مسجل أو مزور، ومنها من يتخذ أصحابها عناوين سكنية لهم بين البسط الفوق وتحويطة الغدير. 6 ممن تابعناهم سلكوا طريق الشياح، وأربعة منهم وصلوا إلى الطريق الجديد. بعد الجولة الليلية قصدنا الطريق الجديد في وضح النهار بحثاً عن من شارك في شغب الليل، فكان الجواب من جماعة تيار المستقبل، إنهم جماعة بهاء الحريري، ويدفع لهم 50,000 ليرة بدل بنزين وشغب ليلة واحدة. كطريق جديد، مين هن جماعة بهاء الحريري؟ هلا هن جماعة المنتدى، كان في سعد الشيخ اللي كل العالم بتسمع فيه بتعرفه، اللي كان عنده محل على ساحة أبو شاكر، ورجع هو انشق عن المنتدى، ضل في موسى الكرومبي هو اللي عم بيحرك كل هيدي المجموعات تاعت المنتدى بطريقة جديدة، وهن أكتر ناس اللي عم بيتواجدوا مطرح الشغب. يعني إذا أنتوا عم تلاحظوا أي حد عم ينكمش من طريقة جديدة عم يطلع من عندهم. امبارح كانوا عم يبرموا بكل بيروت، هن ومعهم ناس غربية من خارج، يعني مش من طريق جديدة كمان معهم. يعني هذا الشيء مثل بقولوا هن المنتدى، هن الموزعين بين نويري وبسطة وراس بيروت وكذا من هالمناطق، يعني اللي هن مجندين فيها ناس، اللي رئيس المجموعة عم بياخد بال1000 دولار، والباقيين عم برش عليهم على النزلة، عم بيدفعوا على النزلة بحدود 50,000 مع البنزين. ما وثقته كاميراتنا الخفية لا يتضارب ومعلوماتنا الأمنية التي تؤكد أن من كانوا في الشارع البارحة هم مجموعة موسى الكرومبي المدعومة من بهاء الحريري في الطريق الجديدة، ومجموعة من الشياح، وأخرى من الخندق. ليال بوموسى، قناة الجديد.